وانتهى بنا البحث إلى أننا قلنا بأن المنهج السندي يقوم على تصحيح الرواية على أساس الرواة بقطع النظر عن مضمون ودلالة ذلك الحديث، وإنما الكلام كل الكلام أنه في المنهج السندي نحن على أي أساس نقيم ذات أولئك الرواة من حيث الجرح والتعديل، من حيث الوثاقة وعدم الوثاقة. قلنا بأن هناك مدرسة قمية قامت على أساس عقدي لا على أساس فقهي أو تاريخي، يعني القميون مدرسة في العقائد قبل أن تكون مدرسة بأي اتجاه وفي أي بعد آخر. وهذه المدرسة لاعتبارات الآن لسنا بصدد الدخول فيها ألقت بظلالها على باقي الاتجاهات والقراءات الأخرى للمذهب. وبطبيعة الحال هذه المدرسة من أهم نتائجها، وهذا النهج من أهم آثاره ومعطياته ونتائجه، أنه كان يقيم الرجال على أساس الغلو وعدم الغلو، وكان له اصطلاحه الخاص في مسألة الغلو. وقرأنا بالأمس بعض الكلمات التي تقول بأنه بناءً على المعيار التي ذكرته المدرسة القمية في ذلك الزمان للغلو، تقريبا لا يبقى الآن أحد من أعلام وأجلاء علماء الشيعة إلا وهو من المغالين، ومن الواضح أن هذا اللازم باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. طبعا عندما نقول أنه المدرسة كانت كذا، المدرسة القمية كانت كذا، هذا مو معناه أنه في المقابل لم تكن هناك اتجاهات أخرى وفهم آخر وقراءة أخرى لتراث مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أحد الإخوة الأعزاء جاب لنا هذا النص من كتابي رسائل المرتضى الجزء الثالث صفحة 310 سنة الطبع 1405 تحقيق السيد أحمد الحسيني إعداد السيد مهدي الرجائي، يقول وأن القميين كلهم، هذا كلام من؟ كلام السيد المرتضى، وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه كانوا بالأمس كانوا مشبهة ومجبرة. هذا على مستوى البحث العقدي في التوحيد كانوا ماذا؟ من المشبه. وعلى مستوى البحث المعروف لا جبر ولا تفويض كانوا ماذا؟ كانوا من المجبرة. وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. هسه بغض النظر أنه هذه الدعوة صحيحة أو مو صحيحة، فقط أنا أشرت إلى هذه الجملة للإشارة إلى أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه كان هذا مورد اتفاق، ولكن المدرسة الرسمية في ذلك الزمان والنهج الرسمي كان ماذا؟ كان ذا. كما الآن في مثل الآن زماننا قد تكون هناك قراءة من هنا أو هناك لتراث معين ولنص معين، ولكن النهج الرسمي يكون باتجاه مدرسة معينة.